مربك كثيرا عندما يتحول رمز الخير إلى عنوان الغضب. مئات الصور لوجوه واجمة فزعة تحمل ما تبقى من أثاث منزلها على رؤوسها تصل إلينا من كل أنحاء السودان. النيل غاضب وفيضانه يجتاح البلاد. السودان أعلن رسميا منطقة كوارث طبيعية بعد أن تسببت الفيضانات في مقتل 100 وإصابة 50 وانهيار آلاف المباني. في اليمن الحال متشابه كثيرا. السلطات هناك ترصد مقتل ما يقارب 200 شخص بينهم نساء وأطفال بسبب فيضانات اجتاحت البلاد وتسببت في أضرار بالغة حتى في مواقع أثرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو. في بلد الفيضان فيه رفاهية أمام حرب طاحنة تعصف به صار لها 5 سنوات وكوارث محدقة، الجوع والعطش والكوليرا ليس أولها ولا آخرها. لماذا تستمر معاناة أهل السودان وأهل اليمن بسبب الفيضانات؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي المعتادة على الهاتف 00442038752989. على صفحتنا الرئيسية شارك برأيك، على صفحات البرنامج في فيسبوك وتويتر، أو صفحة شخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. الكثير من المشاركات وصلت إلينا من دول عربية عدة، حاولنا عبرها أن نجيب على السؤال الرئيسي الذي يعنون لحوار اليوم: لماذا تستمر معاناة السودانيين واليمنيين بفعل الفيضانات؟ جواد أبو علاء كتب لنا وقال: تزداد معاناة السودانيين واليمنيين نتيجة لفقر الدولتين ونتيجة لانشغالهما بحروب أهلية وبعدم وجود تخطيط مسبق لمواجهة خطر الفيضانات كبناء السدود والمصارف. هذا رأي جواد طبعا. عن مأساة اليمن المزدوجة التي فاقمت منها الفيضانات، يماني غرد لنا وقال: الأمطار الغزيرة في اليمن والتي تصل في بعض الأحيان إلى حد الفيضانات تهدد عيش وحياة الكثيرين في اليمن والذين وصل بهم الحال إلى اليأس من كل الجوانب. خلال الحلقة سنحاول أن نعرض الوضع تفصيلا في السودان وكذلك الوضع أيضا في اليمن في رصد لحالات تعيش بأم عينها أوضاع الفيضانات وكذلك جهود الإنقاذ هناك أيضا. أرحب بجميع من سيشاركنا وجميع المتصلين، وأبدأ مع باسل. باسل هو واحد من المتضررين من الفيضان وموجود تحديدا في منطقة القبة شمال. يا باسل أهلا وسهلا، أولا طمني على الأوضاع لديك الآن، ما هي تحديدا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. شاكر وإتاحة الفرصة من بي بي سي. حاليا وأنا بتكلم معك الأوضاع تنبي بكارثة حقيقية حتقع في اللحظات الجاية. المطر يحصل بغزارة، الفيضان اليوم كان فيه زيادة، أمس كان فيه زيادة، أول أمس كان فيه زيادة، وعواصف رعدية وترابية والهواء شديد، فبارك ربنا يستر علينا إن شاء الله. يعني أنتم تتوقعوا أن يزداد الوضع سوءا أو المزيد من المياه سواء أمطار أو فيضانات؟ نعم، أنا في منطقة القبة شمال، البحر فاض من مكانه ويتحرك مسافة كيلو وشوية مشى زيادة من مكانه الطبيعي، يعني من الزلط للبحر تقريبا حكاية 2 كيلو وشوية. فحاليا البحر قطع مسافة كيلو وشوية بقى في لقدام، يعني كيلو كامل بكارث كيلو كامل. هل في حصر لعدد البيوت اللي اتضررت وحجم الضرر أو حتى حجم الإصابات أو لا قدر الله إذا كان هناك وفاة يا باسل؟ والله في حصر، لكن الحصر يعني ماشي متزايد. لحد اليوم عندنا وفاة واحدة بسبب الفيضانات، شاب كان بينقل في العفش بتاع أسرة فيتهدم البيت فيه ويتوفى، ربنا يرحمه ويجعله من الشهداء إن شاء الله. الإصابات صراحة كثيرة، في جروح، في إصابات بالجروح، في الملاريا ناتجة عن البعوض، وفي تقريبا الكوليرا برضو بدت، يعني بدت تظهر حالات من حالات الكوليرا. البيوت، حجم البيوت اللي اتضررت أكثر من 15 بيت سقطوا تماما،
في منطقة القبة شمال فقط، وأكثر من 10 بيوت ديل يعني محاوطين بالماء، بل الماء داخل البيوت، مما يعني أنهم حيسقطوا في الأيام المقبلة. احنا نشاهد بالفعل بعض الصور، ليست تحديدا من القبة الشمال، لكن بعض الصور وصلت إلينا لرصد حجم المياه بالمجمل، ومناطق كثيرة جدا تضررت. بالتزامن مع ما تذكره يا باسل، هل هناك جهود للإنقاذ؟ يعني من يقوم على إنقاذكم؟ كيف تتعاملون؟ والله أنا هنا الجهود بتاعت الإنقاذ قاعد تكون فردية. قاعدين نتحرك، يعني في البداية تحركنا كشباب، ناشدنا الدولة، ناشدنا المحلية، عندنا هنا النظام، ناشدنا المحلية إنها تعمل غرفة بتاعت طوارئ للخريف، ولا كنا متوقعين إنه يكون في فيضان. فكان في يعني عدم قبول او في مماطله، لكن اتحركنا برانا كشباب، وحاولنا بالجهد الذاتي اننا نوفر الشوالات ونعلي المتاريس اللي بتصد المويه، لكن حاليا الوضع بقى يعني ما هي هذه الفكره على وجه التحديد. يعني ما تقوله هو ما قبل الفيضان، لكن الان حدث ما حدث، وبالفعل هناك اضرار كبيره. هل هناك جهود انقاذ؟ والله في، انا ما انكر فضل ذول، يعني في جهود من منظمات المجتمع المدني، في جهود من الشباب، في جهود اما دور الحكومه هنا فدور خجول جدا. يعني الحكومه اعلنت حاله الطوارئ وما في تحرك حقيقي في 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 في, في الفيضان. طيب انا سريعا جدا يا باسل، انت بشكل شخصي منزلك سليم ولا ايضا تضرر؟ انا بشكل شخصي منزلي سليم الحمد لله، لكن منازل من هم بجواري يعني اتضررت. باسل انا اشكرك، واتمنى ليك ولكل الاهل السلامه، كل اهلك وكل اهل السودان طبعا. شكرا جزيلا. انا ممكن استغل الفرصه طبعا، واناشد يعني طبعا، انا والله انا بناشد منظمات المجتمع المدني انها يعني تعاين للجانب الانساني، وما تنتظر انهم يعني يطلبوا منهم المبادره، بطلب منهم انهم يبادروا. يعني حتى واذا الوضع بتاع الفيضان استقر، الاوضاع الصحيه حتكون كارثيه يعني. مؤكد، وانت ذكرت فعلا ان بدات امراض زي الملاريا والكوليرا تنتشر في المنطقه اللي انت فيها. اشكرك يا باسل، شكرا جزيلا. باسل رصد لينا في محيط القبه الشمال على وجه التحديد، لكن اريد ان اسمع من عبد القادر ايضا. عبد القادر في منطقه اخرى. عبد القادر اهلا بك، اولا طمنا عليك وعلى الاهل، وفي اي منطقه انت تحديدا وما هي الاوضاع؟ مرحبا استاذ محمد، انا الان في مدينه جبل اولياء. الوضع حقيقه كارثي جدا، ومع الوضع المنهار، والان امطار غزيره تحصل، وانا في الشارع وقدامي البحر، وفوقي في المطر، فوضع حقيقه صعب جدا، وما معروف يعني اليوم ده حيمشي في اي طريقه. الامطار ما زالت تهطل الان؟ ما اليوم اول من بدا الفيضان اول. عبد القادر، طيب واضح اني فقدت الاتصال بعبد القادر، اذا ربما اتمنى ان يعود الي لكي يرصد لنا الوضع حيث يتواجد، لكن عبر خدمه سكايب من ولايه النيل منطقه شمبات على وجه التحديد ارحب بشاكر فاضل، هو في واحد من اماكن ايواء المتضررين من هذه الفيضانات. يا شاكر اهلا وسهلا، أولا أرصد لي الوضع حيث أنت على وجه التحديد، وحجم الضرر الذي ترتب على هذه الفيضانات. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالبي بي سي عربية في الخرطوم. نحن في مدينة شمبات، تبعد حوالي 7 كيلومتر من العاصمة الخرطوم، وهي واحدة من المناطق النيلية التي تأثرت. كل المناطق الموجودة على ضفاف النيل تأثرت هذا العام من هذه الفيضانات. بلغت الارتفاعات أو مناسيب النيل 17 متر 66 سم، بزيادة 40 سم عن أعلى منسوب سجل في التاريخ، يعني 100 عام لم يسجل مثل هذا المنسوب. لذلك تضررت كثير من المناطق الواقعة على شاطئ النيل والنيل الأزرق والنيل الأبيض. نحن الآن في مدينة شمبات، تضررت الكثير من الأسر، حوالي 180 أسرة موجودة في المناطق الزراعية، هي الآن
جزء منا ارتحل الى اهاليهم خارج شمباد، وتبقى معنا حوالي 40 اسره تم استضافتهم في مسجد مولانا الشيخ مبارك الشيخ البشير بمعونة الأهالي والجهود الشعبي. هم الآن موجودين لتضافر كل الجهود المدنية الأهالي من شمبات، من أهل شمبات وخارج شمبات. هو أنت متواجد الآن يعني أنا شايف وراك مبنى يبدو في حالة جيدة، ده المسجد يا شاكر؟ ده المسجد، نعم، هو مسجد الشيخ مبارك الشيخ البشير في شمبات، شمبات الحلة. كم أسرة موجودة في المسجد ويستطيع أن يحتويها، وماذا عن الباقين؟ 27 أسرة موجودة حاليا معنا بعدد حوالي 127 من افراد الاسر، يعني 127 فرد هم الموجودين معنا الان. جزء كبير من الاسر، في حوالي 8 اسر ما زالت موجوده في مناطق اخرى في شمبات، في نادي شمبات الشماليه. بعض الاسر لديها اهل غريبون ارتحلوا الى اهاليهم، ولكن هؤلاء من لا يملكون اهل في هذه المنطقه اضطروا للبغاء وسط خيم، وفرضها لنا مجموعه نفير وتتكفل الاهالي ومسجد الشيخ مولانا الشيخ باستضافتهم بالطعام والغذاء. ونسال الله سبحانه وتعالى انه اليوم الامطار الشديده دي، نسال الله سبحانه وتعالى انها ما تنزل في هذه المنطقه، لانه ما زال جزء منهم ما زال في العراء. يا رب. لكن هل في اعداد اخرى ليست قادره على ايجاد ماوى؟ لانه اتصور مسجد مهما كان كبير، هل هو قادر على استيعاب الجميع؟ اين يتواجد بقية أهل شمبات؟ هم حاليا موجودين خارج المسجد في الساحة بتاعت المسجد، هي ساحة كبيرة جدا توفرت فيها عدد 4 خيم كبيرة، ممكن الناس برضو تشوفها. وأنا قابل واحد من الأسر المضررة برضو، قد يكون هذا واحد من الخيارات. طيب يا ريت يا شاكر لو تقدر تورينا بعض الصور، لو تقدر توجه الكاميرا تورينا بعض الصور لو ينفع. خلينا نتحرك على الساحة بتاعت المسجد. يا ريت. هي مدينة شمبات، هي مدينة قديمة من مدن الخرطوم، الخرطوم بحري، واشتهرت في الثورة، يعني من المدن التي وقفت في الثورة الأخيرة، ثورة ديسمبر. ومنذ 2013 شمبات هي مدينة تعتبر نبض الثورة السودانية، وقدمت الشهداء شهيدنا الداع وشهيد الدكتور. الآن نحن في خدمة الحكومة المدنية ودولة السودان، ونحلم أن نبني هذا الوطن بإذن الله. السلام عليكم. معنا جماعنا في الديب في العربية. إذا أنت شايف قدامك هذه الخيام التي نصبت لغابتهم، الصورة واضحة؟ الصورة واضحة؟ الصورة واضحة؟ نعم نعم تماما. هذه الخيام التي نصبت لغامة الأسر المضررة الموجودة حاليا. مين اللي نصبها؟ أولا مين اللي نصبها يا شاكر؟ وهل في نحن المجتمع المدني شباب شمبات، وشباب هم الذين نصبوا، لكن الخيام أتت من مجموعة نفير، مجموعة نفير هي مجموعة عمل طوعي وفرت لنا الخيام ورصبناها برانا مع يعني كلها جهود طوعيه مش جهود رسميه من الدوله، كله تطوع. هي جهود شعبيه، اغلبيتها جهود شعبيه. طبيعه ما يقدم طيب للاهل في هذه الخيام، يعني هل تتكفلون بكل ما يحتاجونه في هذه الفتره ولا فقط المأوى؟ كل احتياجاتهم، لانهم فقدوا كل شيء، فقدوا حتى الملابس، فقدوا اغلب الاشياء، يعني قدروا يخرجوا بحياه بسيطه جدا من بيوتهم، فنحن نوفر لهم الغذاء. وحتى إذا احتاجوا لأي حاجة لها علاقة بالعلاج الناس بتوفر لهم. مجتمع شمبات مجتمع متكافل، مجتمع قديم، مجتمع مترابط، معونات تأتي من الأسر، من المسجد الشيخ، كل الناس مع بعض متكاتفين في أن يوفروا، لأنهم أخواننا وتعرضوا في لضرب في أي حد ما يتكرر. في أي حد مصاب لا قدر الله، أو أي حد اتصاب جسديا أو والله يعني إصابة واحدة بثعبان، واحد من الشباب قرصوا ثعبان، لكن لا توجد وفيات الحمد لله. عندنا برضه امراه اصيبت عندها سكري، تعرضت لجرح، الان تتعرض لعمليه بتر في الايام الجايه. بما ان الامر كله انا شايف البرق وراك، يعني للاسف ده بيصب في اللي احنا بنقوله، ان احنا ممكن كنا نتوقع امطار اكثر غزاره. ربنا معاكم طبعا. هذا اسوء سيناريو يحدث الان، لانه المصارف كلها ممتلئه عن الاخر، المصارف مكفوله من جهه البحر. إذا هطلت أمطار لا نستطيع أن نفتح المصارف، لأنه لو فتحنا المصارف البحر حيدخل المدينة كلها ويدمر. هذا أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث الآن، إنه تصب أمطار لأنه المصارف مقفولة تماما. وشمبات تعتبر آخر مدينة من الجهة الغربية، يعني كل المناطق الشرقاء التصريف بتاعها يمر عبر شمبات. نحن الآن نتمنى أن لا تصب تهطل الأمطار بغزارة، لأنه حيكون وضع كارثي جدا له ما بعده. أنتوا قد إيه بعيد عن النيل يا شاكر تقريبا مسافة؟ نحن حوالي 6 كيلو من النيل. 6 كيلو
هو غلى نو نو حوالي 3 كيلو سوري 3 كيلو 3 كيلو 3 كيلو 3 كيلو. أنا أشكرك يا شاكر، شكرا جزيلا على التواجد معنا، وتحية لكل أهل السودان الطيبين وأهل شنبات على وجه التحديد، والله يلطف إن شاء الله ما تشوفوا شر. شكرا جزيلا على التواجد معنا. شاكر فضل هو واحد من العاملين في جماعات مساعدة الأهالي بشكل شخصي أو بشكل تطوعي من منظمات المجتمع المدني، وقال لي كما قال آخرون إن الجهود الرسمية ربما لم تصبهم أو لم تساعدهم بالقدر الكافي. هذه نقطة نحن بحاجة أن نبحثها أكثر مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم العقيد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم الناطق باسم الدفاع المدني. سيادة العقيد أهلا بحضرتك. قبل أن نتطرق لجهود الإنقاذ أريد أن أعرف ما هي الصورة، ما آخر الأرقام المتوفرة لدى الدفاع المدني سواء عن حجم الدمار أو حجم الإصابات أو لا قدر الله الوفاة كذلك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحييكم لتحت هذه الفرصة. حجم الأضرار حتى الآن الوفيات 102 حالة وفاة في كل السودان، والمنازل المتضررة انهيار كلي حوالي 26,386 وجزئي أضرار جزئية غريبا 40,117. يعني أرقام تفضل. بالنسبة لنا يعني أول حاجة نترحم على الأرواح التي فقدت، وإن شاء الله ربنا يتقبل أحسن القبول، والناس اللي تضرروا نسأل الله أنه يعينهم في الفترة دي. وبالنسبة لنفوق الحيوانات عندي 5,000 وكسر، عندي 167 ضرر بالنسبة للمرافق. في أضرار حقيقة وفي معاناة، والصور في حد ذاتها شديدة الألم عقيد عبد الجليل، وهي تتوالى علينا في مناطق مختلفة. يعني المصاب واضح أنه جلل، لكن جهود الإنقاذ كيف تقيمها؟ يعني أنا خلال البرنامج منذ بدايته تحدثت لعدد من المتصلين وتلقينا الكثير من المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هناك حالة من عدم الرضا على التعاطي الرسمي مع جهود الإنقاذ. شاكر منذ قليل قال لي كل ما يحصلون عليه هو فقط من منظمات مجتمع مدني وجهود ذاتية من الأهالي. هل تعتقد أن الدفاع المدني يقوم بما عليه؟ المجلس القومي للدفاع المدني يمز بداية الخريف بتتوزع نقاط ارتكاز على نهر النيل، وهذه النقاط بتتعامل مع البلاغات بصورة فورية. كل النقاط الارتكازات مشونة بتراب وعندهم خيش للتعامل مع الكسورات في جسور التعلية. إلا أنه نتحدث عن النسبة بتاعت ارتفاع في مناسيب النيل غير مسبوقة، يعني 100 سنة اللي ورا ما حصل مثل هذا الارتفاع. المياه بيدفق من أعلى الجسور، المنطقة جوار النيل كلها مناطق منخفضة تم غمر لها بمياه النيل. وكما ذكر الأخ أنه المصارف بتاعت المياه الخريف بيتم عبر النيل. طيب هذا جيد، لكن عدد كبير من الأخوة السودانيين أستاذ عبد الجليل قال لي أن هناك تحذيرات بالفعل صدرت عن حتى جهات رسمية مثل هيئة الأرصاد الجوية وغيرها أننا سنواجه ما نواجه الآن، وهي ليست تحذيرات من يومين أو أسبوع أو أسبوعين، هذه التحذيرات صار لها أشهر كثيرة. هل هذا دقيق؟ وإذا كان دقيق لماذا لم تتحرك الدولة من حينها؟ طيب أنا ما قلت لك أنه كل مكونات المجلس القومي للدفاع المدني كانت في حالة استنفار. موضوع نقاط لتبليغ
الإرصاد والري بيومي بيرفع تقرير عن حالة الطقس أو المناسيب المياه. النقاط على شريط النيل وتلك أساسا للتعامل الفوري مع كل البلاغات الواردة. هناك قوات إسناد الآليات الخاصة بالإخوة في القوات المسلحة، سلاح المهندسين، الآليات بالمحليات، كل الآليات يعني الخاصة. أعذرني يا أستاذ عبد الجليل، هذا ليس إجابة على سؤالي، خليني أسأل مرة أخرى. أنا لا أتحدث عن البلاغات التي تتلقونها الآن، ما أتحدث عنه هو أن البعض توقع بالفعل أن حجم المياه وحجم الفيضان وحجم الكارثة سيكون بهذا الكم، لم تشهده البلد من أعوام كثيرة، وبالفعل تنبأوا بذلك منذ شهور عدة. لماذا لم تتحرك الدولة حينها وتجهز خطة كافية لكي تقلل على الأقل من حجم الخسائر التي نشاهدها الآن؟ قبل موسم الخريف بفترة كافية بيتم وضع الخطط من على أدنى المستويات، من المستوى الوحدات الإدارية إلى المحلية إلى الولاية إلى المركز، وكلها بتجاز الخطط من المجلس القومي للدفاع المدني وضع الميزانيات. تم التحسب من قبل فترة كافية وتم توزيع كل المعينات من خيش وطرمبات ومولدات وكل العون الدعم اللوجستي للمناطق النيلية، الولايات النيلية والولايات. طيب بس هو واضح أن هذا الدعم اللوجستي لم يكن كافيا، أو الخطط التي وضعتموها لم تكن جيدة بالقدر الكافي، بدليل أن لدينا كل هذا الكم من الإصابات وانهيار المباني والوفيات حتى. المعروف أنه كل مستوى من مستويات الوحدة الإدارية بتتعامل بالإمكانيات الموجودة. إذا فاقت الإمكانيات بتاعتها بتحولها إلى المحلية، المحلية فاقت الإمكانيات بتاعتها بتتحول للولاية، والولاية إذا فاقت الإمكانيات بتاعتها بتتعامل بإمكانياتها. إذا استنفذت كل الإمكانيات بتحول إلى المركز. التدخل في المركز في حدود، إذا فاقت هذه الحدود يتم إعلان المنطقة منطقة كوارث. وقد كان تم رفع تقرير لمجلس الوزراء عن طريق المجلس القومي للدفاع المدني، ومن ثم لمجلس الأمن والدفاع. طيب. وتم إعلان سوداء منطقة كوارث حتى يتم يعني التعامل مع هذا بعد الكارثة. وقوع الكارثة للأسف عقيد عبد الجليل، لكن قبل أن أترك حضرتك، ما هي الخطة في الفترة القادمة؟ طيب إذا كانت الخطة إلى الآن لم تثبت النجاح الكافي، هل ستغيرون الاستراتيجية التي تتعاملون فيها مع الكارثة؟ على ماذا ستعتمدون؟ أنا لا أقول لم تثبت النجاح الكافي، لولا التدخلات اللي حصلت الكارثة كان بتكون حجم الكارثة يكون أكبر. معروف التغيرات المناخية ما يحدث والارتفاعات الغير مسبوقة، إلا أنه بعد إعلان سوداء منطقة كوارث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة السيدة وزيرة العمل وعضوية وزراء وبعض ولاة الولايات للتعامل لدرء الكارثة. ما تم من تنفيذ للخطط قلل كثير من حجم الكارثة. طيب أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على التواجد معنا عقيد عبد الجليل، ونتمنى لكم جميعا ولأهل السودان بالمجمل السلامة ونجاح جهودكم إن شاء الله في احتواء الكارثة أكثر. شكرا جزيلا العقيد عبد الجليل عبد الرحيم الناطق باسم الدفاع المدني كان معي من الخرطوم، شكرا جزيلا. قبل أن أواصل الحديث وربما ننتقل إلى ملف آخر وهو فيضانات اليمن، جاءتنا اليوم الكثير من المشاركات تحاول أن تجيب عن السبب وراء استمرار معاناة أهل السودان وأهل اليمن بسبب هذه الفيضانات. خالد عوض يعدد الأسباب التي مسؤولة عن هذا الأمر ويقول غياب الدولة وعدم عمل مصارف وممرات للسيول، وأيضا عدم توسعة مجاري الري وإعادة ما دمرته السيول السابقة.
خطاب يقول لنا في تفسيره، لأن اليمن والسودان متطابقان إلى حد بعيد في مشروع الحكم الفاشل من وجهة نظره. محمد يقول لنا عن السودان، هنا استمرار المعاناة ناتج عن فساد الأنظمة السودانية المتعاقبة، لأنهم لم يضعوا معاناة الشعب نصب أعينهم، كما لم يهتموا بالبنى التحتية من مصارف ومن سدود. حول من يتحمل المسؤولية في السودان عن تداعيات الفيضانات، وهل هي السلطة الحالية أم السلطة السابقة؟ عبد الله كتب لنا وقال: السلطة الحالية لا تتحمل المسؤولية، هي مؤقتة وبلا أجنحة، إنها تعيش على نفقة المواطن. أما محمد فيرى أن مشكلة الفيضانات في السودان هي مشكلة تراكمية لفساد الأنظمة السياسية المتعاقبة، لأنها لم تقم بإنشاء بنى تحتية قوية، والحكومة الحالية تتحمل جزءا من المسؤولية. على تويتر كان ملحوظا جدا طيار قوي يقارن بين كارثة البلدين من ناحية، والكارثة التي مني بها لبنان مؤخرا متمثلة في انفجار مرفأ بيروت والاستجابة للكارثتين. شيماء مثلا غردت وقالت: فيضان السودان لا يقل خطورة عن انفجار بيروت، لابد لكل الدول أن تساعد السودان ولو من جانب إنساني إذا كانت هناك إنسانية. أما أفنان فتغرد كذلك في ذات الاتجاه وتقول: أثار كارثة فيضانات السودان ربما تضاهي أثار كارثة انفجار مرفأ بيروت، اللهم ألطف بالجميع، ولكن أين زيارات الرؤساء والوفود للسودان؟ أين الطبطبة؟ كريم غرد لنا وقال: انفجار لبنان استنفر له العالم، وفي اليمن 7 سنين من الحروب والحصار وتدمير المنازل، وأخيرا فيضانات وسيول وأمطار، ولم نرى جزء من نفاق هذا العالم كما يقول كريم. يوسف أيضا كتب لنا وغرد من السودان على وجه التحديد وقال: محنة الفيضانات التي لم تشهد بلادنا مثلها من ناحية الأضرار تخبرنا بعدم جدوى كارثة الدول العربية وخدعة المجتمع الدولي وكذبة أصدقاء السودان. استمروا في الإدلاء برأيكم رجاء، وسنقوم بعرض هذه الأراء على مدار الساعة. هذه الفرصة الممتدة التي لا ترتبط بإطار زمني، لكن أنا أريد أن ننتقل بالحديث عن اليمن الآن، والذي تضرر كثيرا هو الآخر من الفيضانات، ومعنا شهادات كثيرة من قلب اليمن، إبراهيم أحدها، وهو تضرر من هذه الفيضانات في صنعاء وانهار منزله بالكامل. يا إبراهيم أهلا وسهلا، أولا طمنا على حالك وحال الأسرة والأوضاع بوجه عام. يا إبراهيم السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. معك إبراهيم حسين الحمدي، أحد المتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات في صنعاء المدينة. ما هو حجم الضرر الذي حدث لك يا إبراهيم تحديدا؟ البيت مكون من 5 طوابق. مع الأمطار الغزيرة كنا في البيت الساعة 12 الليل، فسقطت الصالة من الدور الخامس للدور الأول. كنا نمشي أخرج فسقطت الدور الأول، وحصل لي كسر في يدي وظهري، ودخل الشبل أنفي، وهذا ورطعوا لي في أنفي، وتم إنجادنا من الحارة وخرجنا الأولاد من الطاقة. يوم ثاني جت لنا كانت المسيرة تصور، ورئيس الوزراء وأمين العاصمة وعدونا بإيجارات وهذا مدري إيش، لا حتى الآن ولا التو حاجة. كم فرد تحديدا كم فرد من أسرتك كان عايش في البيت تحديدا يا إبراهيم، وهل كلهم بخير؟ الحمد لله كلهم بخير، مننا 3 أسر داخل البيت. أسرتي مكونة من 7 أشخاص، وأخي وواحد من أصدقائنا في الطابق الأول. بس الحمد لله خرجنا من الطابق. الحمد لله جميعاً بخير. أين يقع المنزل؟ أين يقع المنزل تحديداً يا إبراهيم؟ في أي منطقة؟ وهل المنطقة بالمجمل تعرضت للدمار اللي بتوصفه؟
إبراهيم. إبراهيم بعض المثل الذي من حولنا والمنطقة في صنعاء قديمة جنب شارع الشهيد اللقية كسر السلاح جنب الأمن القومي خلف الأمن القومي تماما. شارع صلاح الدين. وهذه أول مرة تشهد سيول مثل تلك ولا معتادة؟ أول مرة نشهد السيول هذا والحمد لله. يعني الله يقويكم والحمد لله أن أنتم بألف خير جميع الأسرة على الأقل. بالتأكيد يضاف إلى الفيضانات الأوضاع في البلد بالمجمل، يعني اليمن في حالة حرب. الأوضاع في البلد الأوضاع في البلد مع انقطاع المعاشات والهذا والحالة هي ساعدت جدا. بس كيف تتعاملون طيب؟ يعني يفترض كان هناك تقارير عن انتشار حتى أمراض أخرى مثل الكوليرا مثلا في اليمن، لدينا هاجس كورونا الآن والخوف الشديد منه الآن وأنتم في حالة من التشتت كذلك، كيف تتعاملون؟ حالة من التشتت والتشرد، احنا في بيوت الناس عند أنسابنا وعند أولادي عند ثلاثة عند واحد واثنين عند واحد. هل في أي مساعدات أو جهود إنقاذ سواء من مسؤولين رسميين أو حتى من منظمات أهلية بتصل إليكم يا إبراهيم؟ المنظمات الأهلية، منظمات الهلال الأحمر، التزامات غذائية والتزامات بطانيات، ومنظمة إدراء التزامات ولائية. نشتي سكن، احنا نشتي سكن. انت تريد سكن بدل المنزل؟ نريد سكن، ايوه. احنا خرجنا مشردين في الشارع، لا حتى مبلغ نحصل على مبلغ السكن ايجاب ب 50,000 ما حصلنا. والمنظمات زي الصليب الاحمر هل بتوفر سكن في هذه الحاله ولا كله جهود ذاتيه؟ يعني اللي يعرف حد بيروح له. الهلال الأحمر جبت لنا مواد غذائية وجبت لنا فراشات وبطانيات، خمس بطانيات وخمس فرش، وجبت لنا شوية خيام. أين في الخيام؟ في الشارع. من اللي على الله يخليني أجلس باب بيته ولا أجلس في الشارع أخيم؟ إبراهيم أنا أشكرك، وحتكون معايا المتحدثة باسم الصليب الأحمر، ربما نطرح عليها هذه النقطة ونتحدث أكثر عن الجهود اللي بتقدمها هذه المنظمات، خاصة أن اليمن حالة استثنائية جدا بالأساس بسبب ظروف الحرب. أنا أشكرك يا إبراهيم، شكرا جزيلا على التواجد معنا، وأعتذر لأنه الصوت بيننا يتقاطع أحيانا، هناك تأخر في الصوت ربما، لكن شكرا جزيلا، استمعنا لأغلب ما تذكره. ماجد من المتضررين أيضا، ماجد يتحدث من صنعاء. يا ماجد أهلا وسهلا، وطمني بداية، هل الحالة أو ما تواجهه متشابه مع ما ذكره إبراهيم؟ ما الذي حدث لمنزلك؟ أولاً أتقدم بالشكر والتقدير والاحترام لك وجميع الأخوة العاملين على هذا البرنامج الإنساني لقناة بي بي سي. أهلاً بحضرتك. سيدي العزيز، إن الساعة 12 بالليل وقت رمضان الغزيرة انهدم المنزل إلى نصفين، وكانت زوجتي وأولادي داخل المنزل وأخرجناهم والحمد لله ما في إصابات. والآن أنا وزوجتي وأولادي نازلين عند واحد من أقاربنا في غرفة صغيرة جدا، ولا نستطيع حتى للإيجار لأنه لا يوجد عمل وظروف المعيشة صعبة. بس أين ذهبتم إذا كان المنزل تهدم للنصفين؟ بتقول 12 بالليل يا ماجد، ماذا فعلتم حينها؟ لجأت يعني عند واحد من أقاربي. أنت وكل الأسرة؟ والحمد لله. انت وجميع افراد الاسره؟ معي اخي في الدور الاول ما كنت موجود، بس انا وزوجتي واولادي رحنا، لان انا مضرر لنا قوي في الجهه الجنوبيه من البيت، ورحت عند واحد من اقاربي واعطاني غرفه.
متى حدث هذا الانهيار؟ يعني كم صار لك من الوقت متواجد عند أقاربك؟ الساعة 12 في الليل. متى؟ أي يوم؟ يعني أي يوم يا ماجد؟ يعني قبل عيد يوم 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 الأربعاء الساعة 12 في الليل، يعني قبل الوقت صحك عيد الأضحى المبارك. يعني أعذرني، أنا لم أسمع بشكل جيد. قبل عيد الأضحى بيوم، قبل عيد الأضحى. قبل عيد الأضحى، تمام. قبل عيد عرفة. نعم. ومن حينها هل حاولت الحصول على مساعدات مثلا؟ هل لجأت إلى أي جهة، سواء منظمات مجتمع مدني أو جهات رسمية تحاول الحصول على مساعدة؟ كلمنا الجهات المختصة بذلك، الهيئة أو المديرية والمنظمات، بيعمل لنا غير تقارير فقط، ما قد شفت منهم إلا غير سلة قضائية فقط، وبعضهم أفرشة وغيرها من الأدوات المنزلية وغيرها، لأني أنا حتى الآن ما قد الدولي إلا غير دربال واحد، يعني دربال الذي قد يلتقي ما عمل دوكة إن شكلها رسمي، وسلة قضائية فقط لحد الآن. الصور التي نتابعها يعني شديدة القسوة، أتصور، لأنه الجميع في مياه جارفة نتابعها الآن على الشاشة، وأتصور أن أسرة كبيرة زي ما وصفت، ربما حتى التحرك أو الاحتماء من كل هذه المياه يبدو سيئا جدا. وضع اليمن وضع خاص كما ذكرت منذ قليل مع إبراهيم، كيف تتعامل يا ماجد؟ يعني في ظل وجود أمراض، في ظل وجود ظروف حرب، في ظل وجود حتى نقص في العمل والأموال وتهديد بمجاعة، يعني كيف تمر الحياة اليومية في هذه الظروف؟ الحياة اليومية تمر بصعوبة، ولكن الحمد لله تأتي الله باليومي من هنا، يعني من هنا من يعني الله ما يفلت حد. طيب الله يقويك يا ماجد، ونتمنى أن يتم التدخل لاحتواء هذا الوضع، وتعود إلى بيتك أو بيت آخر تستطيع أن تؤمنه لأسرتك. ألف حمد لله على سلامتهم على الأقل. شكرا جزيلا، ماجد كان أحد الذين تضرروا في هذه الفيضانات الكبيرة في صنعاء على وجه التحديد في اليمن، لكن ليس صنعاء فقط، مجمل اليمن شهدت هذه الفيضانات أو مناطق كثيرة منها على الأقل، وبعض الحالات مرت بظروف أسوأ، لأن هناك حالات وفاة وحالات إصابة جسدية، يعني ليس فقط البيوت هي التي تضررت. ما هي الصورة تحديدا الآن وكيف كانت على وجه التحديد؟ عبر خدمة سكايب من بيروت أرحب بالأستاذة يارا خواجة، المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن. سيدة يارا، أهلا بحضرتك. هل لدينا حصر سواء للخسائر المادية أو البشرية التي ترتبت إلى الآن على فيضانات اليمن؟ أهلا بك سيدي. أولا أود فعلا أن أظهر تضامني مع السيد ماجد والسيد إبراهيم لما سمعته منهم، هذه القصص التي تشبه الكثير من القصص اليوم التي ممكن أن تسمعها في العديد من المحافظات في اليمن، لأنك كما ذكرت ليست صنعاء فقط من المدن التي تضررت بالسيول، ولكن عدن، لحج، حضرموت، تعز، حديدة، من الممكن انتقاء الأماكن القليلة التي لم تتضرر. بالبدء إذا أردنا أن نتحدث عن فادحة تأثير هذه الكارثة الإنسانية، منذ حوالي 3 أسابيع صدرت عن الوكالة الأمريكية للتقارير الإخبارية أن أكثر من 130 شخص قد فارقوا الحياة نتيجة هذه السيول، هناك الكثير من الجرحى. نحن منذ إبريل حتى اليوم، وقد استمعت إلى السيد ماجد والسيد إبراهيم، قمنا كلجنة دولية للصليب الأحمر مع شريكنا الأساسي الهلال الأحمر اليمني بمساعدة حوالي 198 ألف شخص متضرر من السيول، هؤلاء الذين استطعنا الوصول إليهم، ويجب تسليط الضوء
الضوء على الأماكن وعلى الناس المتضررين من السيول التي لا يستطيع أحد الوصول إليهم اليوم. لقد كان لماذا يا أستاذة يارا؟ يعني خليني أوقف حضرتك هنا، ما السبب الذي يمنعكم للوصول إلى بعض من يحتاج إلى مساعدة؟ وأين يتواجدون تحديدا؟ هل في مناطق جغرافية بعينها هي الأكثر صعوبة؟ عزيزي، نحن هنا نتحدث عن الأرياف، والإصابة بإجابة بسيطة للغاية لأن الطرق أقفلت بسبب السيول. زميلي أراد أن يذهب إلى قريته ليمضي العيد مع أهله، وهذه الطريق التي تأخذه عادة ساعتين قد أخذت منه يوم ونصف لكي يصل إلى أهله. نحن وصلنا إلى الناس في المدن، ولكن أيضا حاولنا مساعدة الأكثر تضررا وهم الأشخاص النازحين في مدينة مأرب، وهي اليوم تشتد فيها النزاعات وتحتدم كذلك. نحن قمنا بمساعدة نفس الناس مرتين لأنهم تضرروا من أول موجة من السيول والثانية. هؤلاء الذين يعيشون أصلا في خيام، هؤلاء الذين تركوا بيوتهم ولجأوا إلى مكان آمن أكثر، هؤلاء الذين يملكون حاجات بسيطة في خيامهم قد تضررت تماما. المشهد في اليمن فعليا كان صعب للغاية. كان مسعفو الهلال الأحمر اليمني ينتشلون الأطفال وينتشلون الناس من المياه في أماكن كنا نسير بها بشكل طبيعي في المدن. كانوا أيضا يأخذون بسيارات الأسعاف الكثير والكثير من الجرحى للمنشآت الطبية. وبالحديث عن المنشآت الطبية علينا أن نقول أن اليمن كما ذكرت هو وضع استثنائي. هذا البلد الذي يمر بحرب منذ أكثر من 5 أعوام، 50% من منشآته الطبية هي لا تعمل. بس الوضع الآن يا أستاذة يارا، هل هو في حالة ثبات أم ماذا؟ يعني أولا، هل ما زالت السيول على قوتها؟ هل هناك محاولة لإصلاح البنى التحتية؟ أم الوضع ثابت منذ بدأت هذه السيول وصار لها شهرين أتصور مثلا؟ أو هي امتدت من أبريل لأغسطس. الآن الوضع نسبيا هادئ في اليمن لأن هذا هو غير مسبوق. ما حدث اليوم في اليمن في هذا الشتاء هو غير مسبوق، لذلك البنية التحتية لم تستطع، المنهكة طبعا نتيجة النزاع، لم تستطع الاستجابة لهذا الحال. نعم، توقفت للآن السيول، ولكن كما استمعت إلى السيد ماجد والسيد إبراهيم هي ما زالت مستمرة بأضرارها على الناس. نحن في الأيام المقبلة سنساعد حوالي 500 عائلة في مأرب الذين تضرروا من السيول، وهذا لأن الاحتياجات كبيرة جدا في اليمن. السيول تأتي فوق الكورونا، تأتي فوق الحرب، تأتي فوق البنية التحتية المنهكة، تأتي فوق الأمراض الموسمية. طبعاً عندما تكون هناك سيول وبنية تحتية ضعيفة، الأمراض الموسمية ستعلو. لقد سجلت منظمة الصحة العالمية في الأشهر الماضية 110,000 حالة. طيب أنا هذه النقطة سأعود إليها يا أستاذة يارا لأنها نقطة مهمة جداً، وكذلك التهديد والخوف من المجاعة حتى اللي بيتضاعف في ظروف مثل تلك. لكن أرجوك اسمح لي أن أرحب بهشام، هشام من اليمن، وأريد أن أسمع إفادته أيضا عن المشهد حيث يوجد. يا هشام أهلا بك، هل عانيت بشكل مباشر من موضوع الفيضانات أو عانى أحد أهلك؟ يا هشام، هشام تسمعني بشكل جيد؟ طيب، واضح أن هناك مشكلة في الاتصال مع هشام. أستاذ يارا، كنا نتحدث أن الوضع لا يقف عند الفيضانات، لدينا تهديد بالملاريا وبالكوليرا وبالمجاعة حتى. هل تعتقد أن هو بالتأكيد هذا يضيف صعوبات أكثر، لكن هل تقوى أي منظمة أهلية على مواجهة كل هذه المسارات في نفس الوقت؟ عزيزي، نحن ما قبل السيول وما قبل الكورونا نقول كلجنة دولية للصليب الأحمر أن
لا يمكن، وإن تضافرت كل جهود المنظمات الدولية أن تستجيب للاحتياجات اليوم في اليمن، 80% أكرر 80% من الشعب اليمني هم بحاجة لمساعدات إنسانية. اليوم الحل هو بالوصول لقرار سياسي وحل سياسي لوقف النزاع، ومن أجل جلب حاضر مختلف يجلب التغيير لليمنيين لكي يقوموا على. بس إلى حينه يا أستاذة يارا هذا يبدو للأسف صعب جدا، إلى حينه كيف يتعامل الصليب الأحمر أو المنظمات المشابهة مع هذه الجدلية السياسية؟ يعني أنتم بحاجة كي تتعاملوا مع طرفي نقيض أو طرفي النقيض السياسي كي تستطيعوا إنقاذ، لأنه واضح أن الوضع مأساوي في كل البلد وليس في بقعة جغرافية واحدة. سيد الفاضل، نحن متواجدين في اليمن منذ أكثر من 60 عاما، وبطبيعة الحال منذ 6 سنوات عندما بدأت النزاع الحالي الذي نتحدث عنه، نحن كلجنة دولية للصليب الأحمر متواجدين هنا. لدينا علاقات مع كافة الأطراف في اليمن في كافة المحافظات، لأننا نود أن نصل بطريقة غير متحيزة لمساعدة الأشخاص الذين هم بحاجة. نحن ندعم الكثير من المنشآت الطبية في اليمن بالأدوية، بالمواد الجراحية. لدينا طواقم طبية جراحية تعمل في اليمن، وخاصة في المناطق التي يأتي إليها جرح الحرب. نحن منذ بدأت الكورونا وعلى الرغم من إقفال المطار نجحنا في إحضار 7 طائرات إلى كل من مطاري عدن ومطار صنعاء لمساعدة المنشآت الطبية، لمساعدة الطواقم الطبية عبر تقديم المواد التي تساعدهم لأن يعطوا نفسهم الأدوية. نحن اليوم نقوم أيضا بوضع الأكسجين، إمداد المستشفيات بالأكسجين لمرضى الكورونا. نحن نزور أماكن الاحتجاز، نساعد الأشخاص الذين ينزحون. طيب نحن متفقون بالتأكيد أن الأولوية للبشر وإنقاذ الأرواح، لكن أنا أيضا أريد أن أتحدث مع حضرتك على الدمار أو الإرث الإنساني بالأساس، لأن اليمن لها خصوصية حضارية معروفة. لكن هشام عاد إلينا يا أستاذة يارا، أتمنى أن يكون الخط أفضل هذه المرة. يا هشام تسمعني بشكل جيد؟ هشام؟ نعم أهلاً. أهلاً وسهلاً يا هشام. نعم. أتصور أنك من ضمن المتضررين من هذه الفيضانات. طبعا الشعب اليمني جميع المتضررين، وارتفعت مستويات الاحباط والياس فيما تصل اسوء ازمه انسانيه في العالم ما تشهدها اليمن، حيث ان بدا عندنا حجم الاضرار الناتجه عن الفيضانات والاوبئه والامراض، ولا سيما مع الحروب والصراعات التي تشهدها الساحه اليمنيه والانقسام الحاد. وحتى المنظمات الانسانيه اعلنت هناك تصريحات كثيره انها عجزت عن ايواء الحجم الانساني في اليمن نتيجه عدم التوفير التمويل الحاد وانقصها الدعم والتمويل الخارجي. أعتقد أن اليمن تشهد كارثة إنسانية صعبة، فاليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية تفوق نسبة المساعدات، حيث أنها ما يقارب 4 مليون لاجئ ونازح وطلاب ومتبرعين محتاجين للدعم الإنساني، حيث أن هناك انهيار في الشدود ونتيجة الفيضانات وإهمال ونتيجة صراعات الحروب أدت إلى أن تتصدر اليمن قائمة أسوأ دولة في العالم من الجانب الإنساني والصحي. طيب بشكل شخصي كيف تتعامل بشكل يومي مع كل ذلك؟ يعني كيف نعم. تسير الحياة؟ هشام؟ الحياة تسير طبيعية جدا طبعا، كما يتعامل مع المضر طبعا، ينقص المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى أن هناك أقصد أن هناك صعوبة للمنظمات الإغاثية في الوصول لمناطق كثيرة في اليمن نتيجة الصراعات والحروب التي تشهدها. أشكرك يا هشام، شكرا جزيلا. أستاذة يارا، البشر هم الأولوية بالتأكيد، لكن لا نستطيع أن نتجاهل إرث حضاري مهم جدا مثل صنعاء القديمة مثلا. هل لدينا إحصاء حجم الضرر الذي وقع عليها أو الخطة لحمايتها والحفاظ عليها؟ هل يشارك الصليب الأحمر في ذلك أيضا؟
أولا أود أن أشارك رأي شخصي أو شعور شخصي بأنني حزنت جدا عندما رأيت تضرر المدينة القديمة لصنعاء. هذا البلد الغني جدا بثقافته وحضاراته وكرم أهله للأسف يمر بما يمر به. اليونسكو، وأنا لست هنا بموقع الحديث عن أي منظمة أخرى، ولكن علمت بأنهم يحاولون أن ينظروا بكيفية الاستجابة وحماية هذا الإرث العالمي التاريخي. نحن كلجنة دولية للصليب الأحمر منظمة تعمل في زمن النزاعات المسلحة للاستجابة لأضرار والضرر الناجم عن النزاعات المسلحة. للأسف ليس بقدرتنا الاستجابة على هذا الشكل، وقد سمعتك وأنت تسأل الأهالي إذا هم بحاجة للسكن. للأسف هذا خارج نطاق عملنا نحن والهلال الأحمر اليمني، وأأمل أن تقدم منظمات أخرى أو الجهات المانحة المساعدة للشعب اليمني لأنهم بأمس الحاجة لها. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذة يارا على التواجد معنا. سيدة يارا خواجة، المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن من بيروت، شكرا جزيلا. الحديث سيتواصل بالتأكيد على راديو بي بي سي. من يفضل خطوط الهاتف المباشرة تفتح مرة أخرى معي أنا محمد عبد الحميد بعد قليل.